تعالوا نعرف مع بعض نتيجة البودرة الحرارية اللي هي البودرة السحرية على الرزن. لو انتم متابعين عندي على القناة هتعرفوا ان انا حطيت البودرة الحرارية على الصلصال وخليته ان هو يغير لونه مع تغيير الحرارة. هنجرب دوت في الرزن ونشوف النتيجة مع بعض. كملوا معايا الفيديو عشان تعرفوا كل التفاصيل خطوة بخطوة، وكمان هحط لكم اللينك منين تقدروا تجيبوا البودرة دي. معاكم تسبيح، ويلا بينا نبدأ اختراع جديد في الرزن. ايه الحاجات اللي احنا هنحتاجها؟ زي ما انتم شايفين كده قدامنا القالب السيليكون دوت، والقالب ده انا كنت جايباه من علي اكسبرس. اللي عايز يعرف القالب ده منين او المتجر ايه ابعتولي وانا احط لكم اللينك على طول ان شاء الله. وكمان هيبقى معانا الميزان، كوباية بلاستيك، عصيان خشب، ومجموعة الالوان. شايفين الثلاث الوان اللي قدامكم دول الوان حرارية، الوان بالاكتر بتستخدم في المينيكير، بس انا استخدمتها على الصلصال حراري ونجحت وغيرت الوانه، وكمان قررت اجربها على الريزن ونشوفها مع بعض. وكمان بطل معانا في الفيديو دوت هو الريزن إيلات من جروب بتاع باسانت اسيا كرافت ويز لاف. هيظهر لكم صورته على جنب، وهحط لكم اللينك بتاعه كمان في الديسكريبشن بوكس، تقدروا تتواصلوا معاها لو انتوا عاوزين تشتروا الريزن دوت. وبرضو تحكموا على الريزن في خلال الفيديو، وهعمل لكم كمان فيديو عن الريزن بعيد عن الباودر دوت علشان تقدروا تحكموا عليه كمان براحتكم. كمان معانا الورق الذهب دوت، وكمان الورد اللي قدامكم. والورد ده انا قلت لكم قبل كده ان انا جبته من بتاع عطار، هو بيستخدم هنا في الحلويات وعصيان خشب. ويلا بينا نبدا اللي احنا هنعمله. انا دلوقتي هخلط ريزن. الريزن إيلات دوت نسبته 2:1، معناها ان 2A و1B، يعني الكمية من A ضعف B. خلاص انا كنت بكتب لكم هنا المقاسات عشان برضو انتوا بتقعدوا تسألوني المقاييس قد ايه، فانا قلت خلاص انا من هنا ورايح كل ما اعمل حاجة اكتب لكم على الورقة جنبها علشان اللي يدخل يشوف في الفيديو يعرف. احنا ازاي بنعمل الخلطة او الصب بتاع الريزن؟ بيبقى الميزان مقفول، وطبعا احسن حاجة الميزان بتاع النسب الحساسة بتاع الذهب والحاجات دي، زي الميزان الديجيت اللي انا شغالة بيه دوت، وافضل طبعا من الحقن. و تحطوا عليه الكوباية، وبعدين تحطوا الرزن، بعد كده تقفلوا الميزان، تحطوا الكوباية تاني، وتحطوا النسبة الخاصة بيها للهاردنر. وكل نوع رزن وليه نسبة خاصة، مفيش نسبة ثابتة لكل الأنواع. وبنقلب بشويش في اتجاه واحد عشان نتفادى وجود أي بابل. بس طبعا الكلام ده مش مع إيلات بقى، الصراحة ما شاء الله الرزم ده ما فيهوش بابلز بمقارنة مع الرزم الفظيع بتاعي. انا الرزم بتاعي طبعا تقيل عشان كده بيبقى فيه عيب البابلز، ولازم نقلب بشويش جدا ونتفادى ظهور البابلز علشان تقيل، فبتبقى الكثافة بتاعته عالية ما بتعديش البابلز. انما الرزم اللي قدامنا ده إيلات هو خفيف مش تقيل، فعشان كده ما فيهوش بابلز. يعني انا اساسا كنت بقلب بسرعة وما تظهرش فيه بابلز، فالصراحة الفكرة دي طبعا حلوة قوي. كل نوع عنده مميزات وعنده عيوب. النوع التقيل بيبقى عنده البابلز، النوع الخفيف ما عندوش البابلز، وهكذا. خلاص بصوا انا هنا بفتفت الوردة علشان عايزاه يبقى صغير عشان يدخل في الدخلات بتاعت الكريستالات اللي محطوطة. لو تلاحظوا القالب دوت هيبقى عبارة عن كريستالات، وفيها يعني زي طقطقة صغنطاطة كلها كريستالات، ممكن تحطوا فيها تشوكلت، ممكن تحطوا فيها حاجات كتير جدا، وممكن قدام اعمل لكم فكرة تانية بيها. انا المرة دي كمان هي بيتحط فيها شمع، فانا المرة دي هستخدم معاكم الشمع علشان نسخن الريزن شوية على قد ما نقدر، ونشوف الالوان الحرارية هتعمل ايه. خلاص بعد ما خلطتهم حلو هبدا اصبهم في القالب بتاعي. زي ما انتم شايفين كده في الحته الرفيعه دي، فمهم جدا لو الريزن بتاعكم عامل بابلز تخلصوا منها بالتورش مثلا في الكوبايه الاول قبل ما تتصب، لان هيبقى صعب قوي ان انتم تدخلوا التورش او توجهوها في الفتحات الصغيره دي، هتبوظوا طبعا القالب. خلاص زي ما انتم شايفين كده هحط الريزن كمان، وبعد كده هبدا اقسم بقى اخد الالوان بتاعتي. فانا فكرت ان انا اعمل الاصفر مع التركواز مع الفوشيا، وبعدين قلت لا خلاص اشيل الاصفر وكفايه عليا الدرجتين الفوشيا والتركواز. وبرده عايزه اخلطهم مع نفس الريزن، نفس الريزن بالورد بالورق الذهب، عشان لما هم يختفوا يظهر لي الكريستالات دي بنفس اللون كلها على بعض. خلاص فده اللي انا هعمله. هحط قدامكم زي ما انتم شايفين كده كوبايه صغيره هحط فيها لون فوشيا، وهعمل حبه ريزن تانيين عشان احط فيهم تركواز.
شايفين؟ بصوا هي بتبقى العبوه فيها صغير كده. هو طبعا انا هنا استخدمت اكتر، بس بالنسبه للسلسال الحراري الاستخدام بسيط قوي، بمسحه كده بيبان. انما انا لاحظت ان هو مع الريزن لا، محتاجين كميه اكتر علشان اللون يظهر فيه. خلاص قلبته، وطبعا قلبوه حلو عشان تبقوا متاكدين ان هو داب. خلاص، وبعد كده انا هخلط حبه ريزن تاني علشان اعمل كميه للتركواز. ممكن يكون الموضوع دوت، بصوا انا الاول خلطه هو على الورقه مكتوب 45 تقريبا، عملت كين تاني ممكن يكون 10 او يعني لا، ممكن نقول 20 فمثلا احنا بنتكلم في 65 او 60 الموضوع ده كله. بس خدوا بالكم ان انا لسه بعد كده هعمل القعده بتاعه الطقطوقه دي او القطعه دي. انا دلوقتي هو قلبت الريزن وهبدا احط فيه برده ورد، واحط فيه ورق ذهب عشان يبقى نفس الخلطه، وبعد كده احط عليه التركواز. لو اول مره تشوفوا فيديوهاتي ما تكتفوش ابدا بفيديو واحد، قلبوا في القناه هتلاقوا فيها فيديوهات كتير قوي، اساسيات الريزن واختراعات وابتكارات وتجارب كتير جدا بالريزن وكذا تكنيك، وكمان حلول للمشاكل اللي بتواجه معظم الناس اللي بيشتغلوا ريزن. كمان هتلاقوا كورس الريزن المجاني على قناتي هيفيدكم 100%، هو 6 فيديوهات، وحتى لو انتم محترفين 100% هتلاقوا فيها معلومه او 2 مفيده انتم ما تعرفهمش، لان انا تعبت جدا لغايه ما جمعت كل المعلومات اللي فيها علشان يكون كورس محترم بجد يليق بيكم. ولو بتتفرجوا على فيديوهاتي ولسه بخلانين عليا في اللايك، فلو سمحتوا تبخلوش عشان تشجعوني هعمل لكم فيديوهات اكتر، وبالذات ان النهارده فيديو تجربه مخصوص عشانكم، ما اتعملش قبل كده وما جربناش قبل كده البودره دي في الريزن. ان شاء الله ممكن يتعملوا منها افكار وشغل حلو، بس عايز حد يشغل دماغه ويحاول يبتكر. انا اديتكم الفكره وانتوا عليكم الابتكار. خلاص زي ما انتوا شايفين انا عملت الفوشيا وعملت التركواز وبدات اوزعهم توزيعات عشوائيه. خدوا بالكم من حاجه، انا زي ما قلت لكم ان الريزن طبعا خفيف، فالالوان دي هتسرح لتحت. لو انتوا عاوزين الالوان دي مثلا يبقى الشمعه كلها الكريستاله كلها شفافه وتحت بس هو اللي ملون، يبقى اصبروا على الريزن دوت ممكن مثلا ربع ساعه تلت ساعه كده يتقل شويه علشان الالوان ما تدخلش في بعض. انا نفسي ما صبرتش وصبتهم على بعض، وعجبتني فكره ان هما اتدخلوا، حتى دوت هيظهر لنا فكره نجاح الالوان الباودر ولا فشلها. انا برده مش هقول لكم، كملوا معايا الفيديو الاخر عشان تعرفوا النتيجه بنفسكم. خلاص بلاش تنطوا اي حته علشان تبقوا ماشيين الموضوع بترتيبه وتبقوا عارفين كل حاجه، عشان محدش يسالني سؤال كده ولا كده وازعل منكم. خلاص طبعا اللي عنده اي سؤال يسيبهولي في الكومنتات وانا برد على كل الاسئله، بس يبقى بجد اتفرجتوا على الفيديو حلو. اللي انا بعمله ان انا دلوقتي بالخله بحاول ان في حتت ازق شويه اللون لتحت وكده، بس هو اوريدي هيدخل طبعا عشان زي ما قلت لكم انا ما صبرتش على الريزن خالص. وزي ما انتم شايفين نشفت الطبقه دي، هنعمل بقى القعده. فالقعده برده هنخلط من ريزن ايلات، وهنبدأ نعمل مثلا 15 تقريبا، عملت 15 جرام وقتها، 10 من A و5 من B، وهخلطهم واحط عليهم بقى ورق ذهب وورد كتير بحيث ان تبقى القاعدة مقفولة خالص يعني، ومش هحط فيها اي الوان ولا باودر ولا اي حاجة. زي ما قلت لكم في الاول ان الريزن دوت متوفر عند باسانت في جروب اسيا كرافتس ويز لاف، اللي عايز تقدروا تتواصلوا معاه هتلاقوا اللينك موجود في الديسكريبشن بوكس، تقدروا توصلوا له زي عن طريق المثلث الصغير اللي بيبقى تحت العنوان. انا مش عارفه احط لينكات في الكومنتات يا جماعه لان اليوتيوب تقريبا بيخفيها، فعشان كده معلش هتوه من الديسكريبشن بوكس، واللي مش عارف يوصل تقدروا تتواصلوا معايا انا خاص على الفيسبوك بتاعي او الانستجرام، وانا اديكم اللينكات بتاعه الجروب بتاعها. وتسلم ايدك يا باسانت على الهديه الجميله دي، وان شاء الله لسه هنعمل بيه مع بعض فيديوهات تانية مع بعض. بس انا قلت اعمل الفيديو بتاع الباودر وفي نفس الوقت اقول لكم كمان على الريزن دوت. الباودر دي برضو جماعة عشان اللي عايز يجيبها هتلاقوها موجودة عند باسانت في نفس الجروب، وكمان هتلاقوها موجودة عند نهال. هحط لكم برضو الجروب بتاع نهال، هظهر لكم الجروبين وانتوا اختاروا منين تقدروا تجيبوا البودرة دي براحتكم. وكمان هحط لكم اللينك بتاع علي اكسبرس في الديسكريبشن بوكس علشان الناس اللي موجودة برا مصر تقدر تشتري. ولو انتوا موجودين في قطر وحابين تشتروا البودرة مني فانا متاح عندي كام عبوة كده محدودين، فاللي عايز يتواصل معايا على طول علشان تقدروا تاخدوها.
خلاص. واللينك نفسه هحطه لكم ان شاء الله، عشان نصيحة طبعا ان انتوا تجيبوا من نفس المتجر اللي انا جبت منه، علشان ما تجيبوش باودر تانية وتبقى تغيير الوانها ضعيف او مش بتتأثر. شايفين انا بدأت بس احط ورد زيادة علشان عايزة اقفلها ما يبقاش فيها شفافية، عايزاها تبقى مقفلة خالص. وزودت حبة ورق دهب كمان اهو، بس خدوا بالكم برضو انه ما تبقاش بارزة من فوق علشان تبقى مستوية. القالب ده جميل جدا، ممكن يتعمل منه اشكال حلوة للشمع او للضيافة للاستقبال فيها تشوكلت وكده، هيبقى شكلها حلو قوي. خلاص، وهسيب بقى القالب بتاعي كده ينشف. بينشف النوع دوت يا جماعة، بينشف بسرعة مش بطيء. يعني انا عملت مثلا الساعة 9 بالليل تقريبا، وصحيت الصبح لقيته ناشف خلاص. فبينشف بسرعة، ممكن يكون ان هو مثلا بتصلب تقدره. يعني انا خلعته من القالب تقريبا بعد 24 ساعة، بس المفروض تصبروا عليه بعد كده اكتر. هتشوفوا دلوقتي انا لما هفكه. طبعا هو القلب نفسه الخلع بتاعه صعب شوية، يعني اخد مني مجهود شوية عشان اطلعه. بس لو انتوا ملاحظين هتلاقوا ان القطعة طالعة معايا مرنة شوية، لان طبعا انا زي ما قلتكم انا استعجلت عليها، ما استنيتش كتير، استنيت يمكن 24 ساعة ولا حاجة وخلعتها، لان انا متعودة على نوع الرزن بتاعي ان هو بيتصلب في وقت اسرع. فزي ما انا قلت لكم ان في انواع رزن تقيلة وبيبقى فيها عيب بابلز، بس فيها مثلا ميزة التقل مع ان هي بتتصلب بسرعة. في انواع رزن تانية لا، خفيفة وما فيهاش بابلز خالص، بس ممكن تاخد وقت شوية في التصلب. فكل واحد بيختار النوع الانسب له حسب انتوا طبعكم ايه، تقدروا تستحملوا ايه. بس صراحة فكرة ان فيهاش بابلز دي فظيعة، حلوة جدا طبعا، وسريع برضو، ده يعتبر سريع في التصلب. بس المرونة نفسها اللي تستنوا عليها يومين. بعض الناس بتعمل القطع يا جماعة وترجع تقول لي مش النوع دوت، اي نوع تاني، بيرجعوا يقولوا احنا صبينا الرزن بس لسه مرن. الانواع الرزن الخفيفة بتاخد يومين او ثلاثة علشان القطعة تتصلب وتبقى قوية قوي، فده حاجة طبيعية جدا. كل نوع وعنده صفات خاصة بيه، فنلتزم بالنوع بتاعنا يا جماعة. فلو لقيتوا القطعة مرنة شوية، ده مش حاجة تقلق خالص، خلال يومين هتلاقوها اتصلبت وبقت قوية قوي. شايفين شكلها؟ انا حبيت شكلها جدا جدا، يعني حسيتها والله جميلة، وتدخل الالوان لما دخلت جميلة. تعالوا نحط شمعة ونشوف النتيجة مع بعض هيحصل فيها ايه. بصوا، هي اولا اللي عامل القالب عامل فراغ حوالين الشمعة اساسا، فالشمعة مش هتوصل السخونية الواو، بس هتوصل السخونية طبعا، بس هتاخد معانا وقت شوية. ممكن الفكرة دي كمان لو عملتوها على كوستر وتحط عليها مج سخن او حاجة والكوستر غير لون، انا متهيألي ان دي كمان فكرة حلوة. لو عملتوها علقة في العربية وشمس مثلا قوية خلت القطعة تبقى سخنة، ده كمان هيغير. انتوا شفتوا طبعا القطعة ملونة ازاي، تابعوا بقى معايا الفيديو، انا حاولت اصورها بالفيديو وهي الالوان بتخف منها، وبعد كده سرعت الفيديو دوت. يعني الفيديو مفروض ان هو متسرع على اساس نحس بالتغيير. مش عارفة بقى انتم ملاحظين التغيير ولا لا، بس انا في الاخر هصورها لكم كمان وهي مقفولة عشان تشوفوا ايه اللي حصل في الالوان. الملحوظة اللي عايزة اقوله لكم، البودرة نجحت وغيرت الوانها وكل حاجة، بس على الشفاف عملت زي غيامة كده. عارفين البودرة هي مثلا لونها تركواز، اتحولت لترانسبيرنت او شفافة، فتبقى عندك ان هو القطعة شفافة وفيها نقط 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 بودرة. فبدل ما الرزن يبقى شفاف وناصع كده، لا بقى فيه غيامة شوية. بس لو احنا استخدمنا الفكرة دي ووظفناها صح، ان احنا حطيناها على حاجة ملونة، يعني مثلا كوستر بينك حطينا عليها لون موف فبقت موف، ولما تحط عليها مج سخن سخنت وبقى لونها بينك، هتبقى حلوة قوي، مش هيبان فيها غيامة ولا اي حاجة. انا التجربة اللي عملتها على شفاف، عشان كده لما هتشوفوا النتيجة في الاخر هتحسوا ان في غيامة شوية. شايفين ازاي الشفاف مغيم شوية؟ ده بسبب باودر. بس شايفين الفكرة نجحت والتجربة نجحت والباودر طلع ناجح. يا رب تكون الفكرة عجبتكم، تقدروا توظفوها انتوا احلى من كده كمان. هستنى كومنتاتكم ورأيكم فيها ايه،